متابعينا مستمعينا الكرام، تابعنا الشوط الماضي شوط الشاهدية حمد بن محمد بن حمرور العامري، سجلت 4:29. نرحب بهذه اللحظات بشوط جديد من أشواط هذا الصباح الجميل، هو الشوط القادم شوط الجعدان. شوط الجعدان يحمل بك شوفات الجعدان، الشوط الثاني عشر في مجموعة الأشواط، والثاني عشر يعتبر شوط الجعدان. الحقائق تقدم بهذه الأسماء، أتقدم بهذه الشعارات الغوية والعملاقة والمشاركة معنا بهذا الصباح. تقدم وأشير مع مقدمة الشوط، ناخذ المركز الأول ونتقدم هنا مع وجود الله 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 لهذه تجمع 4 أبكار في موقع واحد. تتقدم المشاركين عفوا الجعدان، هذا مياس فايل فاضل بن راشد الشامسي، من يقدم لنا مياس في هذا الشوط. انتقل مع المركز الثاني، غير ذيب مبارك بن سعيد بن غفان الجابري. المركز الرابع متواجد شاهين مبارك بن مضفى بن خبوش العامري. والمركز الرابع غير مع المركز الرابع لسه اللي هو مهيب سعيد بن سالم بالغصنة العامري. والمركز الخامس اللي هو لسيد مطر بالعصري، هذا هو اللي غير الآن لسيد يحتل المركز الخامس. عدينا المراكز المتقدمة بهذا الشوط، ولكن نلتقط هذه الشعارات ونعود مرة أخرى إلى مقدمة الشوط. هناك الانطلاقة، ما شاء الله الانطلاقة الأولى على مقدمة هذا الشوط، هذا هو الذيب. يا الذيب الدكتور مبارك بن سعيد بن غفار الجابري من يقدم لنا الذيب، ولكن مطر بن مهير الحميري واصل. ابو احمد واصل مع وجود اللي هو مهول يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. يا سلام اللي واصل الان، هذا بيال السيد سعيد المطر بن حويرم الاكتوبي يحتل المركز الثالث. شوف للرابع، هني الرابع ايضا مطر بن مهير الحميري دافع بمخايل، ولكن بسير هني مع مقدمة هذا الشوط. نتقدم مع وجود الذيب. يا الذيب خلك ذيب، وصلك مهول. يا سلام مطر بن مهير الحميري غادر بالفوز والانتصار. بنقول خلاص مطر يا بن مهير يا الحميري، اسعد الله صباحك بكل خير ما شاء الله. من يقدم لنا هذه النوعية الممتازة؟ يقدم لنا مهول. تهانينا والمبروك مطر بن مهير الحميري على فوز مهول بالمركز الأول. المركز الثاني ذيب الدكتور بارك بن سعيد بن غفان الجابري. المركز الثالث حملول محمد بن أحمد بن سيف نيادي. المركز الرابع مطر بن سعيد بن حضير المكتبي، والتوقيت الزمني 4:32.
سجل معنا مهول مطر بن مهير الحميري، واسعد الله صباحك بكل خير يا ابو مهير. وعلى هذه